اكيد انه كل صباح تلتحق بينا زميلتنا اسيا باش تزودنا بتفاصيل اكثر واكثر. خلونا نقول لها صباح الانوار ايضا ورمضان كريم اسيا. شكرا لك يوسف، رمضان كريم، صباح الخير، صباح الخير كل متتابعي برنامج شروق مورنينغ. اسيا زيادة درجة الحرارة محسوسة وكل الناس حسوا بها، وين راه يدور الجو هذه الأيام؟ هل في برودة؟ هل تغير جوي؟ وأيضا هل في اضطرابات جوية؟ ما فيش تغيير وما فيش اضطرابات جوية خلال الأيام القادمة إن شاء الله يوسف، دائما الأجواء تبقى ربيعية ودرجة حرارة موسمية. جميل جدا، خليك مع باقي التفاصيل لأسيا. شكرا لك. إذا خلال صبيحة هذا اليوم الأجواء تبقى دائما ربيعية، أجواء صافية، سماء صافية على المناطق الشمالية من الوطن وحتى المدن الجنوبية، تبقى بعض السحب الكثيفة لكن بدون فعالية بالنسبة للمناطق الغربية. خلال مساء اليوم أجواء أيضا ظاهرة هذا الثلاثاء تبقى صافية على العموم بكامل التراب الوطني بعد السحب العابرة وبدون فعالية أيضا بشمال الصحراء مناطق الواحات وأقصى الجنوب الجزائري. درجات الحرارة المسجلة صباحة هذا اليوم، درجات الحرارة الدنيا ستصل إلى 19 درجة بتندوف، نسجل 17 بأضرار على عين صالح، أيضا 13 درجة بغرداية، 15 بورقلة وحاسم سعود، نسجل 21 درجة بعين قزام، 11 بالجزائر العاصمة، 8 درجات بعنبة، 5 درجات فقط كأدنى مقياس بالمدن الشمالية، بمنطقة الجلفة بخمس درجات. بالنسبة لدرجة الحرارة القصوى المسجلة لظهيرة اليوم تصل إلى 22 درجة بالجزائر العاصمة، على البليدة، تيبازا، على بومرداس أيضا 19 درجة، بعنبة، طارف، القال، على سكيكدا، بجاية وجيجل 16 درجة، بمرتفعات الأوراس أيضا بمنطقة تبسة، على قالمة، على سوق هراس، بقسنطينة، بسطيف، وبرج باريريج 24 درجة، بوهران عن تيموشنت، على شلف 26 درجة، بتمسان، تيارت، على البيض 26 أيضا بمدن الصورة، ببشار، على منطقة ابن عباس 30، بتندوف 33 درجة، على منطقة أدران سجل 41 درجة كأعلى مقياس بأقصى الجنوب الجزائري بمنطقة عين قزام. بالنسبة لحالة البحر، سيكون البحر ومن مستقر هادئ على طول الشريط الساحلي، رياح شرقية إلى شمالية شرقية وسرعتها لن تتعدى 20 كيلومتر في الساعة. المعلومات الفلكية، وقت غروب الشمس لهذا اليوم سيكون على الساعة 7:06. نشكركم على المتابعة ونعود إليك يوسف وبرنامج شروق مورنينغ. شكرا لك آسيا، وشكرا أيضا على كل التفاصيل اللي تقدميها صباحة كل يوم، يعني الناس ولا تسناك قبل ما تخرج تدير البرنامج اليومي تاعها. شكرا لك. شكرا آسيا. إذا عودة متجددة لكم مشاهدينا الكرام، وإنما كنتم مرحبا بكم من جديد، ومرحبا بكل الناس اللي انضمت والتحقت لينا الآن في برنامجنا اليومي الصباحي الشروق مورنينغ اللي طلع لكم على قناة الشروق نيوز استثنائيا في شهر رمضان في تمام الساعة 8:30 إلى غاية 10:45 بتوقيت الجزائر، أكيد بمختلف المواضيع والفقرات. مواضيعنا لنهار اليوم متنوعة ومتعددة، الأكيد أنه تصب في انشغالات المواطنين الجزائريين وين ما كانوا. نعود نذكركم فقط بمحتوى وحلقتنا لنهار اليوم، الأكيد أنه عندنا فقرة قارة في هذا اليوم يوم الثلاثاء، وهي فقرة المستهلك اللي من خلالها نتقربوا إلى المواطن ونتعرفوا على انشغالاته واقتراحاته ونسلطوا الضوء على المواضيع اللي تهمه. لنهار اليوم راح نحكوا على المواد الغذائية الغير معروفة المنتشرة خاصة في شهر رمضان، نشوفوا مواد غذائية عشوائية ولا انتشار عشوائي على الأرصفة الجزائرية لمختلف المواد الغذائية، وأبرز هذه المواد الغذائية مادة الشربات اللي تكون سيدة الموائد ولموائد الإفطار عند الجزائريين. نشوفوا ربما كلكم راح توافقوني على الرأي، نشوفوا صاشيات فيهم الشربات بدون مصدر ولا رقم هاتف ولا حتى معروفين المواد والمحتوى، المكونات أيضا، مضافات غذائية غير معروفة. راح نحكوا على هذا الموضوع ونفصلوا فيه أكثر وأكثر. ما ننساوش أنه راح تلتحق بنا بعض لحظات زميلتنا فريال من واحد من الأسواق الجزائرية باش نتعرف ونقف على أسعار الخضر والفواكه خليني نقول لنهار اليوم في الأسواق الجزائرية، وين راهي الدور؟ اسكو كاين زيادة؟ ما كاينش زيادة؟ اليوم راح نتعرفوا بعض لحظات مباشرة كما قلت من واحد من الأسواق الجزائرية، بلا ما ننسوا مختلف المحطات والفقرات القارة في كل حلقاتنا من محطات رياضية ترصد كل وجديد الرياضة في العالم، محطات معلوماتية ترصد لكم أيضا جديد الدراسات والأبحاث في مختلف الجامعات ومختلف المخابر والمختبرات العالمية، إن كانت دراسات علمية تكنولوجية وغيرها أكيد راح نتعرفوا عليها ونجيب لكم الجديد والمستجد
ايضا فقرات زابينغ اللي من خلالها نتعرفوا على جديد الاحداث في العالم ونديروا جوله خفيفه على مختلف وكالات الانباء العالميه، بالاضافه ايضا الى محطاتنا الاخباريه اللي تكون بين ساعه واخرى باش يعطوكم اجدد الاخبار السياسيه المحليه والعربيه وحتى العالميه. اذا مشاهدينا الكرام بدايه كل عدد لازم نروحوا الى حكمه اللي خيرها لكم فريق اعدادنا. نذكركم فقط باللي الحكمه تقدروا ترسلوها لنا على الايميل الظاهر اسفل الشاشه واللي هو الشروق مورنينغ 2022 @gmail.com في انتظار اختيار الحكمه لنهار اليوم. مشاهدينا الكرام لا باس ان نذهب واياكم الى فقره قاره في كل اعداد برنامجنا وهي فقره معرض الصحافه اللي من خلالها ندير قراءات سريعه لمختلف الصحف والصفحات الاولى لصحف الجزائريه الوطنيه العربيه وحتى العالميه ونشوف ابرز الاحداث والمواضيع التي تم تداولها في معرض الصحافه. وراجعين الى بلاطو الشروق مورنينغ ماتزابيوش. يلا اهلا بكم الى معرض الصحافه لنهار اليوم والذي نجوله من خلاله عبر مختلف الصحف والجرائد والمجلات الوطنيه والعربيه والعالميه. والبدايه دائما بجريده الشروق نيوز والتي عنونت صدر صفحتها بموضوع رياضي: الخضر يحسمون التاهل عقب الفوز على الفريق النيجيري ب1-0. وأيضا كتبت جريدة الشروق نيوز على صدر صفحتها: صونا تراك تتربع على عرش الطاقة في إفريقيا. تقرؤون على الصفحة الأولى لجريدة الشروق اليومي: نظام المخزن على فوهة بركان الغضب الشعبي. وفي موضوع آخر كتبت: أراضي الشيوع تحت مجهر التحقيقات الأمنية. تقرؤون أيضا على الهامش الأيسر لجريدة الشروق اليومي: استرجاع 20 مركبة مسروقة في ظرف قياسي. تقرؤون أيضا أسفل الصفحة: الجمهور يتذكر بلاحة بن زيان وأوغروت نجما رغم الغياب، بالإضافة إلى مختلف المواضيع التي تأتيكم بها جريدة الشروق اليومي. في جريدة الشروق اليومي أو من جريدة الشروق اليومي اخترنا لكم هذا المقال: الفلاحون والرياضيون والتجار الأكثر عزوفا عن التأمين. بالموازاة مع مساعي البنوك لاستقطاب زبائن جدد واحتواء أموال السوق السوداء من خلال الصيرفة الإسلامية، سيطرت شركات التأمين في الجزائر استراتيجية جديدة لجذب الفئات الأكثر عزوفا عن التأمين على غرار الفلاحين والرياضيين والتجار وأصحاب المركبات المهترئة، حيث تغيب ثقافة التأمين عن عدد معتبر منهم. كما تسعى شركات التأمين تنفيذا لتعليمات الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ووزير المالية عبد العزيز فايد لتسجيل مكتتبين جدد خلال سنة 2023 من خلال مختلف الفئات، من خلال تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية والكشف عن منتجات جديدة وتطوير تطبيقات الرقمنة لإتاحة تسديد التأمين عن بعد واعتماد طريقة التسديد بالتقسيط وانتهاج التأمين التكلفي المطابق لمبادئ الشريعة الإسلامية. نبقى وإياكم في جريدة الشروق اليومي واخترنا لكم هذا المقال والذي جاء فيه: صونا تراك تتربع على عرش الطاقة في إفريقيا ب60 مليار دولار و200 ألف عامل و100 شركة فرعية ومساهمة. كشف مجمع صونا تراك الاثنين أن قيمة صادراته ناهزت 60 مليار دولار خلال سنة 2022، مبرزا أيضا ارتفاع الإنتاج الأولي للمحروقات بنسبة 2% في نفس الفترة. وأوضح المجمع العمومي في حصيلة إنجازات سنة 2022 أن مؤشرات الإنتاج الأولية تشير إلى أن قيمة الصادرات بلغت نحو 60 مليار دولار أمريكي والاستثمار ما يعادل 5.5 مليار دولار أمريكي خلال سنة 2022، بالإضافة إلى مختلف النقاط التي يأتيكم بها هذا المقال. نبقى وإياكم أيضا في جريدة الشروق اليوم واخترنا لكم مقالا آخر وجاء فيه: نظام المخزن على فوهة بركان الغضب الشعبي. ستكون مدن وشوارع المغرب على موعد مع إضرابات مسيرات ووقفات احتجاجية شهر أبريل المقبل. أعلنت عن خوضها مجموعة من المنظمات النقابية في إطار برنامج احتجاجي تصعيدي لمواجهة تجاهل الحكومة المخزنية لمختلف المطالب.
بالإضافة إلى محتوى آخر يأتيكم به هذا المقال. من جريدة الشروق اليومي ننتقل وإياكم إلى جريدة الخبر اليومي، والتي عنونت صدر صفحتها: مدن عريقة لطختها العصابات، لماذا لا يطبق قانون عصابات الأحياء بصرامة قانون المضاربة، والجريمة تطورت إلى حرب مخدرات وحرقة في وهران. تقرؤون أيضا على الصفحة الأولى: جامع الجزائر يحتضن المصلين في العشر الأواخر، بالإضافة إلى مواضيع ثانوية تأتيكم بها جريدة الخبر اليومي. من جريدة الخبر اليومي ننتقل وإياكم إلى جريدة الوسط أو الوسط، حيث كتبت أيضا: سنفضح الأطراف التي تتلاعب بقوت الجزائريين، حسب وزير التجارة طيب زيتوني. تقرؤون أيضا على صدر الصفحة: استثمار ب 5.5 مليارات دولار خلال سنة 2022 حسب مجمع سوناطراك. وتقرؤون أيضا على الصفحة: المطالبة بفتح تحقيق في طريقة التسيير في غرفة الصناعة والتجارة لبسكرة. في الشأن الأمني كتبت جريدة الوسط: استرجاع 20 مركبة سياحية محل سرقة، بالإضافة إلى مختلف المواضيع التي تأتيكم على الصفحة الأولى لجريدة الوسط. ننتقل وإياكم إلى جريدة المسار العربي، والتي عنونت صدر صفحتها بموضوع رياضي: رسميا الخضر في كوديفوار، والمنتخب الوطني يفوز على النيجر ويضمن التأهل لكأس إفريقيا 2024. تقرؤون أيضا في موضوع آخر: حجز أكثر من 173 مليون دينار جزائري من السلعة منذ بداية 2023، وقمع الغش ومكافحة المضاربة. تقرؤون أيضا على الصفحة الأولى: القضاء على الداء السل بالجزائر التزام ثابت من طرف الدولة حسب وزير الصحة. هذا ما أتتكم به في الصفحة الأولى لجريدة المسار العربي. ننتقل وإياكم إلى جريدة أخرى ونقرأ فيها: قفزة في صادرات سوناطراك ناهزت 60 مليار دولار في 2022. تقرؤون أيضا على الصفحة الأولى في موضوع أمني: الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات، والشرطة تسترجع 20 مركبة سياحية. تقرؤون أيضا على الهامش الأيسر: موجة احتجاجات جديدة في المغرب. وتقرؤون أيضا أسفل الصفحة الأولى: إسقاط شرط حصر الجنسية من شروط الاستثمار بالإعلام، بالإضافة إلى مختلف المواضيع التي تقرؤونها في جريدة المشوار السياسي. من جريدة المشوار السياسي ننتقل وإياكم إلى جريدة أخبار اليوم، والتي تناولت موضوع سوناطراك هي الأخرى، وكتبت: 60 مليار دولار صادرات سوناطراك في سنة واحدة، فيما ارتفع الإنتاج الأولي للمحروقات بنسبة 2%. تقرؤون أيضا في الشأن الأمني: حجز سلع بقيمة 17 مليار سنتيم منذ بداية سنة 2023. وتقرؤون أسفل الصفحة الأولى: 18 ألف إصابة جديدة بالسل في الجزائر، بالإضافة إلى مختلف المواضيع الهامشية التي تأتيكم بها جريدة أخبار اليوم. ننتقل وإياكم إلى جريدة الشرق الأوسط، والتي تناولت مواضيع عربية مختلفة، أبرزها: إسرائيل تتخبط في نفق التعديلات إلى إشعار آخر، ابن مهاجر باكستاني لرئاسة حكومة اسكتلندا، وبدء العد التنازلي لحكومة مدنية في السودان. البرلمان العراقي يمرر أقول قانون الانتخابات الجديدة، وموسكو تتمسك بنشر أسلحة نووية، بالإضافة إلى مختلف المواضيع التي تأتيكم في جريدة الشرق الأوسط. ننتقل وإياكم إلى جريدة القدس العربي، والتي عنونت صدر صفحتها بموضوع رئيسي: الاحتجاجات تدخل إسرائيل في فوضى عارمة، ونتنياهو يتراجع وأمريكا ترحب. هذا أبرز موضوع جاءت به جريدة القدس العربي. من جريدة القدس العربي قراءة سريعة لجريدة لو فيغارو، والتي عنونت
صفحتها الأولى بالبنط العريض. إيزابيل بورن وراء أغلبية مجهولة أو غير موجودة حسب ما كتبت جريدة لو فيغارو في موضوع رئيسي بالنسبة لكل المشاكل السياسية والأزمات التي تتخبط بها فرنسا. إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام معرض الصحافة لنهار اليوم. شكرا على كرم المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في حلقة جديدة من حواء في الإسلام. ولدت بعد 5 سنوات من زواج سعيد، جاءت في بيت أمها عظيمة وأبوها عظيم. تكبر البنت وتأتي خالتها لتخطبها إلى ابنها. توافق البنت على استحياء حين سألها النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيها في ابن خالتها، فاستحيت، وكما يقال أنه يعني سكوت البنت جوابها حين يأتيها خاطب، فقبلت به وتزوجت وعاشت سعيدة معه أياما. بعد ذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فتتساءل البنت، ماذا تقولين يا أم؟ ما معنى أنه نبي هذه الأمة؟ تقول لها نعم، أبوك بعث نبيا لهذه الأمة وقد أسلمت معه، وعليك أن تدخلي الإسلام. فتفكر في الأمر ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم تعود إلى بيتها فرحة وتخبر زوجها الذي يعني تساءل عن هذا الخبر العجيب، وهو الذي يعبد آلهة قريش. فتناقش الزوجان في الأمر، يعني زوج وزوجة يتناقشوا في أمر جديد عجيب إن صح القول. فقالت له لقد أسلمت، فأسلم معي. فقال لها أنا لا أستطيع أن أخون قومي، نخونهم، يعني هو شاف باللي كي يدخل في الإسلام مع زوجته راهو خان قومه. وبقيت تعيش معه، ثم نزل أمر من الله سبحانه وتعالى أن لا يتزوج المشرك مسلمة، أن تتزوج المسلمة مشرك. وهنا كان الخبر عليها بمثابة الصاعقة. طبعا كان الأمر واضحا هنا، ولابد أن يفرق بينهما. ثم مرض، وهنا كان حصار قريش للمسلمين في شعاب مكة لمدة 3 سنوات، وزوجها كان تاجرا ولديه من الأموال، وبقيت هي معه في مكة. فكانت يعني كانت حزينة جدا لحال أمها وأبيها وحال المسلمين. وما إن انتهى الحصار حتى ذهبت مسرعة إلى أمها، لكنها سرعان ما ماتت، خديجة رضي الله عنها، فحزنت حزنا شديدا. ثم جاء الأمر بالهجرة، فهاجرت مع الرسول، هاجرت بعد 2 سنة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد افترقت عن زوجها، وأثر فيها هذا أيضا. يعني كما يقولوا احنا زوج خبطت في الرأس بزاف يوجعوا، ففراق أمها ثم فرق بينها وبين زوجها. ثم تأتي غزوة بدر، ويؤسر زوجها مع الأسرى، وتسمع بأنه أسر، فتأخذ عقدها لتفتدي الذي أعطته لها أمها خديجة في عرسها لتفتديه بها. فحينما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم عقد خديجة حن عليه الصلاة والسلام، طلب من الصحابة أن يعفو عن زوجها ويرد عليها فديتها اللي هي عقد أمها خديجة رضي الله عنها. طبعا استجاب الصحابة
طلب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نقولوش أمر هنا، وإنما كان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، فأطلقوا سراحهم وعاودت الحديث عن الإسلام لكنه رفض، وذهب إلى مكة وهي كانت بالمدينة المنورة. وفي يوم من الأيام وهو رايح بالتجارة تاعه من الشام إلى من مكة إلى الشام، كانت سرية للمسلمين فأخذوا أمواله. هنا ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وراح كما نقولوا نسيبه، فأراد أن يعني يرجعوا له المال تاعه. وهنا تدخلت للمرة الثانية زوجته، فطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم استشار صحابته مرة أخرى فقالوا له نرد له بضاعته. فذهب إليه أحد الصحابة وقال له نعطيك البضاعة تاعك وأنت أدخل في الإسلام، ردها إلى أهلها. فقال لا أستطيع أن أفعل ذلك، فيقال أني جبان، يعني دخلت الإسلام مقابل ثمن. فقال لهم لا لن أدخل الإسلام، ورجع البضاعة إلى أهلها إلى مكة وأعطى لكل الناس حقوقهم، ثم قال لهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أسلم بعد 20 سنة من مجيء الإسلام، ثم ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعاد إلى زوجته وقد قرت عينها به وقرت عينه بها، إنها زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة التي أعطتنا دروسا في الوفاء وفي الحب، وأيضا قصتها تعطينا دروسا في كيفية علاج المشاكل الزوجية. بداية من رمضان، وش هما التبليغات اللي وصلتكم؟ وشنو هو أبرز التحركات اللي قامت بها جمعية حماية المستهلك؟ طبعا بطبيعة الحال المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد، يعني رانا سمح لي نقاطعك، رانا غير 6 أيام من رمضان، وش كاين بداية رمضان؟ يعني هي مش الإشكال نقوله، هي الصح في الأسبوع الأول أو الأسبوعين الأولين من شهر رمضان المبارك، لأنه الشكاوى تكثر في هذه الفترة، المخالفات تكثر في هذه الفترة، السلوكيات السلبية والسيئة تكثر في هذه الفترة. لذلك يعني أنا قلت أن المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه وقفت على مئات التبليغات بداية من شهر رمضان المبارك حول هذه السلوكيات. كاين تفاعل يعني من الجزائريين بطبيعة الحال، يعني هذا الأمر يعني ملاحظ، يعني لم نصل إلى النسبة المرجوة، لكن هو هناك ارتفاع ملحوظ في ثقافة الجزائريين من خلال التبليغ عن السلوكيات السلبية والخاطئة خلال شهر رمضان المبارك، وهي أيضا رسالة للمستهلكين والمشاهدين الكرام الذين يسمعوننا الآن بضرورة التبليغ عن هذه السلوكيات السلبية من خلال الاتصال على الرقم القصير للمنظمة 3311 أو التواصل معها عبر صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الموقع الرسمي. ويعني هي رسالة لكي تنتشر إلى الكبير والصغير، لأن ثقافة التبليغ يجب أن تكون عامة. جميل، اسمح لي فقط نقاطعك أحمد، مازالك متواجد معنا، ولكن في ريال اليوم خرجت تقضي ونروح معها إلى السوق، يا درا واش راح تقضي في ريال لنهار اليوم؟ قالت لك أنا نروح نقضي وما كانش كيفاش ما ندير لكمش مباشر من السوق، نروح إلى فريال نشوفوا أولا واش راح تقضي ونشوفوا الأسعار ونشوفوا واش راح تقول لنا فريال في هذا البث المباشر، ونتعرفوا أيضا على فريال وين راهي تحديدا واش من سوق راهي. صباح الأنوار فريال. صباحك سعيد يوسف، صباح الخير لكل المشاهدين ومتابعي برنامج الشروق مورنينغ، صباح الخير أيضا أحمد زيد. إذن حقيقة تنقلنا اليوم يوسف إلى ولاية البليدة مدينة الورود وإلى أحد أعرق الأسواق هنا سوق العرب. ما جيت وحدي، جبت القفيفة تاعي والأكيد جبت معايا سمية البي الأخصائية في التغذية اللي مالفة جينا للأستوديو اليوم، هي اللي استقبلتنا في مسقط رأسها. صباحك سعيد سمية، أهلا بك. صباح الخير فريال، صباح الخير يوسف، وصباح الخير المشاهد الكريم، مرحبا بكم عندنا في مدينة البليدة مدينة الورود. رانا في تعيشي السوق اللي رانا فيه يعتبر من أقدم الأسواق هنا في البليدة، اللي واسمه بلاصة العرب، معروف كثير عندنا أنه فيه مواد صحية وفيه الشغلات البيو اللي يجيبوها من الجبل، اللي كل شيء مليح صحيا نلقاوه في هذا المخشي.
أكيد، وهذا هو الهدف من البرنامج، هو تشجيع المشاهدين على ربما تبني نظام غذائي صحي بامتياز. إذن نبدأ، والأكيد الحاجة الأولى اللي نبدأ بها نأكل بعد ما نكسر صيامنا هي الشربة، ولهذا مشاهدينا نسلط الضوء على الفريك حبدة لو محمد ويرافقني اليوم في هذا المباشر أنه يورينا الفريك احنا هدروا عليه سومية. إذن الفريك معظم العائلات الجزائرية طيب الشريبة تحاب الفريك. أكيد معظم العائلات تاعنا في شهر رمضان المبارك راح نفطروا على شربة فريك. الفريك مهم جدا في حيث أنه لما نتغداو به بعد ما نكونوا صايمين. علاش؟ على بالك فريال الفريك هو القمح كيكون خضر، يعني قبل ما يجف هذاك الجفاف التام ينحيوا هذيك القمحه الخضراء اللي تكون مازالها ما طابتش مليح ويطحنوها كيما رانا شفنا على ذاك يجي اللون نتاعو اخضر. يكون غني بالالياف، يكون مفيد جدا لعسر الهضم. علاش نديروه؟ باسكو علاش يمشينا لا ديجيستيون؟ الفريك في رمضان يعمل على لا ديجيستيون تاعنا الا اذا ما كانش عندنا حساسيه تجاه القمح ولا تجاه ماده معينه موجوده في القمح. دونك نصيبوه يحتوي على الكوب واحد مثلا تاع الفريك. كي نديروا باغ اكزومبل في الشربه تاعنا نديروا كاس تاع فريك، نكونوا خضينا حوالي واحد 1.5 غرام تاع الحديد. يكون فيه مواد تكون السعرات الحراريه فيه ما تكونش عاليه بزاف، ويكون يفيدنا جدا لانه يحتوي على المغنيسيوم مهدئ، يحتوي على البوتاسيوم، يحتوي على الحديد كذلك، يحتوي على مادة السيلينيوم اللي هي مفيدة جدا للجسم تاعنا بعد اليوم الطويل تاع الصيام اللي نكونوا صمناه. صحيح. اذا سميه كاين بزاف اللي يقول لك انه الفريك يواسل النفخ ويواسل ايضا اضطرابات في الجهاز الهضمي، يعني صحيح غير صحيح؟ ممكن هذا الشيء انه الفريك يعمل لنا مشاكل في الجهاز الهضمي. علاش؟ لانه يحتوي على مواد اللي ممكن تكون عندنا اللي عنده حساسيه تجاه القمح ولا تجاه المواد اللي موجوده في القمح، اكيد راح يعمل له مشكل الفريك. فلذلك الناس اللي يعمل لها نفخه ولا فقط اول ما ياكلوه يشوفوا بلي طاري رياكسيون نيجاتيف على الامعاء نتاعهم ما ياكلوهش، يتجهوا للشربه واحده اخرى نوع اخر. كاين انواع اخرى ايضا اكيد من الشربه، كاين اللي يزيدوا لها الفيرميسال، وكاين اللي يزيدوا لها ايضا المقطفه تاع اليد. ايضا مقطفه تاع اليد حبدا لو كان ياخذ لنا محمد صوره منها. اذا المقطفه تاع اليد تستخدم يدويا في البيوت بطريقه تقليدية، أنت تنصحي بها نقدروا نبدلوا بها الفريك ولا ما نقدروش نعوضوا بها الفريك؟ في حيث انه نقدروا نعوضوا بها الفريك، هما عباره عن اطباق تقليديه، وين كاين ناس تفضل انه تاكل شربه فريك، كاين ناس تفضل انه تاكل شربه مقطفه خاصه تاع اليد اللي معروفه عندنا في البليده كذلك وفي الجزائر عامه. دونك المقطفه تاع اليد يكون فيها المحتوى تاع الكربوهيدرات تاعها يكون اعلى من الفريك، يعني تجي المستويات تاع الكارب اللي فيها تكون عاليه، لكن فيها نفس خصائص تقريبا تاع القمح ولا تاع الفريك ولا تاع اي ماده كربوهيدراتيه اللي نقدروا تستهلكوها في رمضان المبارك. ايضا نقطة اخرى، كاين بزاف ناس ايضا خاصة في الشرق المرمز يعني يديروا بها تختوخة عادة، لكن كاين اللي يزيدوه في الشربة تاعهم، يقول لك هو يعني فيه فوائد اكثر وحتى الهضم تاعو يكون اسهل. انت تأكدي ولا العكس؟ يكون اسهل المرمز على بالك، هو ثاني كذلك عباره عن قمح لكن بعد ما يجف ويطحنوه ويكون هكذاك رقيق. الفوائد تاعو راح تبقى فوائد القمح نفسها اللي كنا هضرنا عليها في اعداد سابقه في ريال، اللي راح يفيدني بنفس الطريقه تقريبا اللي يفيدني بها القمح. فقط القمح يكون اغنى بالالياف واغنى بنوع من الفيتامين، انواع من الفيتامينات، واغنى من بانواع من المغذيات اللي تكون بعد ما تنشف، لانه بعد ما ينشف كاين مواد اللي تتركز في القمح، وكاين مواد اللي ممكن انه تقل النسبه تاعها في القمح تاعنا. شكرا. اذا الاكيد يوسف ربما توافقني رايي انه الجزائريين بعد ما يتناولوا الشربه بالبورك يعني طريقه غير صحيه اكيد سميه، يروحوا للجواز من بعد يحبوا اللحم الحلو. اللحم الحلو هو ملك المائده خلال شهر رمضان. سميه زمان اللحم الحلو كان فيه غير العينه والمشماش، لكن الان يعني كاين تم عصرنة هذا اللحم الحلو، تطورت الأطباق الجزائرية، دوكا نشوفوا فيه مختلف الفواكه المجففة نشوفوها حاضرة معنا اليوم في هذه السوق الشعبية. الفواكه الجافة مفيدة جدا أنه ناكلها في رمضان لأنه تعطيني قيمة طاقية كبيرة جدا، لكن
عندنا، لكن فقط انه حبه الناس اللي حابه مثلا تنقص في الوزن، ولا الناس اللي حابه شيئا في شهر رمضان تبتعد على طبق اللحم الحلو لانه فيه القيمه الغذائيه تاعو كبيره كثير. مثلا الفواكه الجافه هي مفيده جدا، باش نهضروا عليها كمضادات اكسده قويه، كقيمه غذائيه قويه جدا، تحتوي على مضادات الاكسده كثير، تحتوي على فيتامينات تكون بنسبه عاليه، تحتوي على المغنيسيوم، تحتوي على البوتاسيوم، وين تساعدني جدا في موازنه الجسم تاعي، في موازنه الطاقه في الجسم تاعي بعد صيام يوم طويل. لكن كقيمه غذائيه عاليه جدا تاع اللحم الحلو، دونك الناس اللي حابه دير ريجيم ولا اللي حابه تخفض الوزن في شهر رمضان ما ننصحهاش طبق اللحم الحلو لانه القيمه الطاقيه تاعو عاليه جدا. كاين اللي حتى يعني يرشه باللوز من الفوق، انت تنصحي بهذه الطريقه؟ هي ادواق، نقدروا نرشوه باللوز، نقدروا نزيدوا له لي زولياجينو هذوك، لكن لما نزيدوهم القيمه الغذائيه تاعو راح تعلى اكثر، راح يعطيني مجموعه من الفيتامينات، راح يعطيني مجموعه من المعادن، راح يعطيني مثلا كما كنت نقول لك البوتاسيوم، راح يعطيني المغنيسيوم، راح يعطيني الفيتامين بي 9، راح يعطيني البيغيدوكسين، لكن القيمه الغذائيه الطاقه تاعو لي كالوري اللي فيه راح تكون لي كالوري قويه جدا. دونك الناس اللي حبت شيئا ما ننصحش لانه شهر رمضان هو فرصه انه نضفوا الاجسام تاعنا، انه نفقدوا الوزن الزائد. دونك اللحم الحلو لا ينصح به لكن الناس اللي حبت سمان، اللي حبت تكون عندها طاقه قويه، مثلا الرياضي اللي راح يصلي التراويح اللي عنده مجهود راح يبدلوا من بعد، ممكن انه ياخذ حصه صغيره من اللحم الحلو. شكرا لك على هذه النصائح الصباحيه القيمه. ان شاء الله المشاهدين كانت عندهم نظره على القيمه الغذائيه تاع واش راهم يحطوا فوق الطبله من جهه، وايضا شفنا اسعار مختلف الفواكه المجففه. وعلى فكره الفريك هنا في سوق العرب راهو عند 500 دينار للكيلوغرام الواحد. حنا الاكيد مشاهدينا نعيد الكلمه الى يوسف، لكن قبل ذلك سميه راح ترافقيني اليوم باش نقضي بطريقه صحيه، لانه انا من بين الناس اللي محبين يخسروا القليل من الوزن خلال شهر رمضان. ان شاء الله حبيبتي، ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لكم على الزياره، ان شاء الله تتكرر في الاعداد في هذا رمضان، ونزيدوا نشوفوا مواد غذائيه اكثر، ونزيدوا نهضروا ونفصلوا في تفاصيل اخرى اكثر ان شاء الله. شكرا لك سميه. قاعده معنا اذا يوسف، نذكر فقط المشاهدين اذا التغذيه الصحيه والقفه الصحيه راح ترافق كل مشاهدي برنامج الشروق مورنينغ طيله شهر رمضان مع سميه الباي وايضا خديجه بن علال، لنوجه لها تحيه صباحيه. اذا اتركك بخير يوسف، صحة فطورك وصحة فطور كل المشاهدين، إن شاء الله تصوموا بالصحة والهنا. شكرا فريال، وشكرا أيضا سوية، وشكرا لكل الخبراء اللي يكونوا حاضرين معك دائما، وشكرا على كل المعلومات المقدمة لنهار اليوم. إذا نرجع إلى البلاطو، إلى أحمد زيد، وش رأيك في شريقة فريال، وش راح تأكل اليوم أنت؟ الله قبل ما راحوا واش راح ناكلوا اليوم، خلوها ما نشهوش المواطنين والمشاهدين الكرام في هذا الصباح. يعني دوك باين بزاف لهم يشاهدوا فينا ويتبعونا ما نشهوهمش، لكن اؤكد على يعني نقطه جد هامه تناولتها الاخت فريال والاخصائيه النفسيه المرافقه لها، نوجه لهم تحيه التغذية في هذا الصباح، وهو النمط الغذائي او التغذيه الصحيه خلال شهر رمضان المبارك. هي فرصه حقيقيه لمن اراد ان يعتاد جسمه على تغذيه صحيه سليمه وامنه لاعضائه ولجسده خلال شهر رمضان المبارك. يعني هي فرصه من جهه انه هناك تقريبا تجاوزا يمكن ان نقول وجبتين، لكنها وجبه واحده رئيسيه، وجبه السحور لا تعتبر وجبه كامله مكتمله، لكن هناك وجبه واحده بمعنى انه يمكن الاستغناء عن وجبتين. ومن جهه يعني فهي من فرصه حقيقيه من جهه التعود تعويد الجسم الانسان على تغذيه سليمه وصحيه من خلال نرجع الموضوع نحن هنا في نخرج من ماشين نرجع الى استوديوهات الشرق مورنينغ، ولنقول انها فرصه للاستغناء عن هذه المواد مجهوله المصدر، عن هذه السكريات التي تضر من جهه في صحه الانسان من جهه، او التي قد تكون معده بطريقه غير سليمه وغير صحيه من جهه اخرى. وكمواطن جزائري نقول لك ايضا تحافظ على جيب المواطن. اكيد بطبيعه الحال، يعني اللي هو يعني القدره الشرائيه هو عنصر جد هام في العمليه الاستهلاكيه. خاصه ان اليوم المواطن يشكو من
الغلاء، الأسعار في كل شيء، امتنعوا على شراء هذا المواد الغذائية، أيضا السموم اللي راكم تناولوا فيها يوميا وتصرفوا عليها دراهمكم. نعم هذه هي أحمد بطبيعة الحال، يعني هي رسالة تتجدد كل يعني في كل حصة من حصص الشرق مورنينغ في المتعلقة بالمستهلك، اللي هي ضرورة تفعيل الثقافة الاستهلاكية بمختلف مكوناتها وعناصرها، وعلى رأسها ثقافة المقاطعة، ثقافة التبليغ، ثقافة الاستهلاك الواعي واليقظ من طرف المستهلك لمنتجاته الغذائية، للحفاظ على صحته بالدرجة الأولى، ومن جهة أخرى للحفاظ على قدرته الشرائية. شكرا لك أحمد زيد اللي كنت حاضر معنا، وشكرا على كل المعلومات، وشكرا لوفائك لجمهور الشروق مورنينغ، وأيضا شكرا للمنظمة أيضا على كل المساعدات، لكل أيضا خليني نقول على التزامها معنا في البرنامج باش توعي المواطن والمستهلك أيضا في مختلف المجالات. دائما يبعثون ويرسلونا ويخبرونا بكل ما هو جديد، الحملات أيضا اللي تقوموا بها، وإحنا دائما داعمين أيضا لهذه الحملات اللي تقوموا بها، وشكروا أيضا فريال على هذه الوقفة.